ايوه يا باشا، وحيد شويه كده وهيخش قدام قاضي محكمه الاسره. كتر الف خيرك، مع السلامه. انا لسه قافل دلوقتي مع دكتور الطب الشرعي، بيقول ان شاء الله كله هيبقى تمام وهيخلص الموضوع بسرعه. امال الوقت الطبيعي اللي بياخده قد ايه؟ يعني ممكن يومين، ممكن شهرين، ممكن سنتين، بس تدخل الدكتور ده هيخلص الموضوع في الانجاز وبسرعه. عايزك تشد حيلك يا بطل، هانت اهي خلاص، ركز قدام القاضي، وعايزك تخلي كلامك محدد. انا خايف قوي يا جماعه، خايف بجد. انا عمري ما دخلت اماكن زي دي. ده انا لما كنت بشوف عسكري مرور في الشارع كنت بخاف منه. هتخاف من ايه يا وحيد؟ الحق معاك، ما تخافش، افرح بقى. واهم حاجه وحيد تكون واثق من نفسك وترتب كلامك. حاسس اني لما هقف قدام القاضي هنسى اسمي. وحيد يلا يلا عشان لازم ندخل دلوقتي. يلا ادعولي يا جماعه، ادعولي ما انساش الكلام اللي انتوا حفظتوه لي. ربنا معاك يا ربنا معاك. شد حيلك وحيد. ده اصل العقد العرفي بالاضافه لمذكره بتفعله. وانت ايه علاقتك بالمدعو سيد سليم الدقاق؟ ده والده اللي بينكر نسبه ليه. انا عايز اسمع من وحيد. سيد الدقاق يبقى ابويا. وايه علاقتك بسيد؟ عايش عنده في الفيلا. سفرجي، جنايني، خدام، اي حاجه. والدتك لسه عايشه؟ والدتي الله يرحمها من زمان. ورقه الجواز العرفي كانت فين؟ امي الله يرحمها كانت شايلاها عند ناس طيبين. كانت خايفه لابويا يضيعها ويضيع حقي معاها. الناس دول كانوا مسافرين، واول ما جم دوروا عليا وادوني الورقه. طلباتك ايه يا وحيد؟ اللي بيني وبينه يا باشا تحليل الدي ان ايه، يا اما ابقى ابنه بجد، يا اما ايه؟ يا اما امي الله يرحمها ضحكت عليا، وده اللي عمري ما حسدها ابدا. ست ام دلال، في محضر على الباب. محضر؟ ليكون سيد بعت لك ورقتك. يا نهار اسود ياما، سيد يطلقني انا؟ لا ده انا طربقها على دماغه لو عملها. روح يا بنتي يا جنان دهيله. اتفضل. سيد دقاق هنا؟ طب لا مؤاخذه بالكلمه يا ابني، انت جاي للسيد ولا جاي لمراته؟ لا لسيد. طب الحمد لله. انا مراته، ورقه ايه اللي سيد هيستلمها؟ لو اختار من محكمه الاسره. ليه؟ قضيه نسب. اتفضلي انزلي هنا، ولما يجي سيد بلغيه يكون قدام قاضي محكمه الاسره خلال يومين. حاضر. اتفضل. شكرا. بتبصي على ايه يا بنت؟ ما تروحي تشوفي شغلك. هو انا ناقصاكي؟ حاضر. وريني كده يا بنت. ايه ده؟ وحيد ابن سيد بجد؟ باين كده ياما، والليله شكلها هتغمق اكتر ما هي غامقه. لما اتصل بقى بالحاج عشان ابلغه. طب ما تستني لما يرجع، ده زمانه عندها دلوقتي. ما هو عشان كده بقى بالذات انا هتصل بيه، عشان يشوف العروسة وش الهنا بوز الإخص عليه وعلى ولاده. جد إيه اللي هبصله دلوقتي؟ ما كان قدامي وسيبنا بعض، وأنت بنفسك شاهد عمل إيه وموت نفسه عشان أرجعلك. هو أنا لازم أقول لك بقى يا سيكو؟ أنت عارف إن أنا اخترتك بكامل إرادتي يا حبيبي، محدش غصبني على كده. أنا بصراحة ربنا أول ما شفت سحنته العكرة في وشي دم غلي، ما بقتش دريان انا بعمل ايه. وبقول لك ايه، الراجل ده لو هيديكي فلوسه كلها عشان ياخد جرافيت واحده من المحل ما يلزمناش. الله، مش قوي كده يا سيكو. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده لو اداني نص ثروته بس هبيعه المحل كله. وبعدين بقى في كلام الماسخ ده، انا ما بطيقش الكلام ده غير الموضوع ده. الله يخليكي. بقول لك يا حبيبي، عملت لي ايه في الفلوس اللي طلبتها مني؟ صبر صبر، طيب شوية بس، يوسف بيجمع لك الفلوس. أصل اليومين دول الدولار شاح في السوق قوي. ما بتردش على التليفون ليه؟ تلاقيها المدام دي رزلة ملوش لازمة يعني. طب ما تسيبني أرد عليها أنا. لا لا بلاش، لا لسانها زفن. هاتي 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 يا عم، هاتي.
ايوه ايوه يا حاج. مالك يا حاج بترد وانت متخشب كده ليه؟ السنيوره قاعده جنبك. وبعدين بقى انت عايزه ايه دلوقتي الصبح؟ قابل بقى يا حبيبي المصايب اللي نازله ترف عليك انت وولادك من ساعه ما اتجوزت وش الهنا. ما نتحرمش يا فروحه، ادي الباشا. ايه ده، مفيش حد غيرك يعمل لنا الشاي ولا ايه؟ تأمرني حاجة تانية؟ لا متشكرين. بقول لك ايه، لا استني استني، هديكي تليفون الحاج خليفة تكلميه بكره تفكريه بمواعيد الشيكات والقنبلات. تحت امرك يا استاذ يوسف. وعليك يا مزكي؟ عليه 2,900,000. بس الحقيقه بقى اللي انا مش فاهمه، الحاج بيديله مبالغ بالاجل بالكميه والفلوس الكتير دي ليه؟ لا بقول لك ايه، ده تاجر جمله تقيل بصحيح، ده ماسك خط بحال كله. وبعدين في النهايه ما بيدفع. هو بيدفع بعد ايه؟ بعد ما نهدده بالشيكات والكمبيالات. بس المره دي بقى الشيكات والكمبيالات معايا انا، عشان كده قلت لك تكلميه قبليها بفتره تفكريه. انت واقفه هنا ليه؟ ما يلا اتكل على الله. الله، بقول لك يا جو، انت وراك ايه بكره الصبح؟ انا في النيابه يا سيدي مع الحاج. تصدق الواد اللي اسمه وحيد ده بعد ما الحاج عطف عليه واكله احسن اكل ولبسه احسن لبس، الواد النهارده طبعاً فينا وعايز يبقى واحد مننا. ما تاكل يا حاج ولا مالكش نفس؟ استغفر الله العظيم، مش عايز اكل، مش عايز، ماليش نفس فيها دلال. سيب الحاج في حاله يا مرات ابويا، عشان الحاج اصله متضايق شويه. الله، اهلا بيك انت كمان. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض؟ عايزين ايه؟ تحبوا اقوم اغني لكم عشان تصدقوا ان انا مبسوط؟ طبعا يا حاج، ليك حق تغني وترقص كمان، ما انت جاي لك عيلين جداد. عيلين دول ايه وليه؟ اللي في بطني ووحيد. وحيد في عينك؟ وحيد ده ايه؟ انت بتنبطي عليها ولا ايه؟ ولا شمتنا فيها يا دلال؟ طب وحياه دلال، ما تزعل نفسك يا حاج، ما تلايميها يا بنت. ما هو ياما اللي مديني وش من ساعه ما اتجوز الهنم وش النحس، وانا بقيت جنبها كخه. يا سلام، طب وحياه امي لكون جايبها لك هنا عشان تعرفي ان انا بعصر على نفسي ليمونه عشان ابص في خلقتك. تجيبها ما تجيبهاش ما عدتش تفرق معايا خلاص. ايه انت هتهددني؟ انا كل اللي فارق معايا دلوقتي اني احافظ على حق ابني اللي في بطني وبس. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا مرات ابويا، دلوقتي انت هتعمل ايه مع الواد ده يا حاج؟ اعمل ايه يعني؟ عملوا اسود. عملوا اسود ايه يا حاج؟ يعني انت هتروح تديهم العينه اللي بتاعت التحاليل؟ يا مؤاخذه يعني هتروح تديها لهم؟ انت اتجننت ولا ايه؟ معقول انا ههز طولي واروح اديهم دمي عشان حته واد ابن حرام قدم فيا ورقه للبوليس بيشيلن؟ بقول لك ايه يا حاج، انا في عرضك، الموضوع ده لازم نتعامل فيه بالعقل، بالعقل، ده قانون، قانون ما فيهوش هزار. هو الحاج لو ما راحش يا يوسف هيحصل ايه؟ نهار اسود. ما راحش مين؟ ده لو ما راحش يعتبروا ان هو بيقر وبيعترف انه وحيد ده ابنه. خلاص ما تحزقش قوي كده، يقولوا انه ابني، يقولوا على الزفت ده انه ابني، بس انا مش هعترف بيه، خلي اللي مسلطين وواقفين ورا دول بقى يبقوا ينفعوه. ها كمل يا حاج سيد. ظلومه يا سعاده الباشا، الواد ده انا اصلا ما اعرفوش وملوش اهل ولا عيله ولا نيله، ده كان متربي عدم مؤاخذه في الملجا، فانا صعب عليا وقلت اخده واشغله او يستلزق بدل ما هو متنايل في الشوارع كده. ادي كل الحكايه بيه. بس البلاغ المتقدم في ورقه جواز عرف باسمك، وبناء عليه عملنا المحضر. هي متزوره يا سعاده الباشا الورقه دي. احنا مش جهه اختصاص تقول مزوره ولا لا، احنا كل اللي علينا نعمل تحاليل نثبت انه ابنك او مش ابنك، وساعتها من حقك ترفض. بس ده حرام يا باشا، يعني هو اي حد ماشي في الشارع كده ممكن يجي لسعادتك ويقول لك انا ابن رئيس الجمهوريه، وسعادتك هتقول اه على طول؟ هي القانون كده يا سيد. ها قلت ايه؟ ايوه مدام دلال، التاجر اللي اسمه الحاج خليفه عليه شيكات وكمبيالات بحوالي 3,000,000 جنيه، وهيبقى يجي يدفعهم. اديني بلغتك اهو زي ما قلتيلي، والباقي عليكي بقى. ماشي يا فرح، التاجر ده اصله حبيبي قوي من ايام ما كنت شغاله سكرتيره في الوكاله. تمام، يلا مع السلامة. ماشي يا يوسف، أخيرا جه الوقت اللي اديلك كل الإقلام اللي انت اديتها لي. كده بقى نبتدي اللعب. كويس انك جيت يا يوسف. الله، ما اقدرش اسيبك في الظروف دي لوحدك يا حاج، قول لي عملت ايه؟
يعني قالوا لي اروح مستشفى هم قالوا لي عليها هياخدوا مني العينه اللي عايزينها دي. ما بلاش حاج. ما بلاش ليه؟ وانا خايف من ايه في العينه دي؟ انا بقول يعني اصل انا خايف الطوبه تيجي في المعطوبه ويثبتوا ان هو ابنك. طوبه ايه ومعطوبه ايه وخيبه ايه؟ يا ابني انا متاكد ان الواد ده مش ابني. طب خلينا نشوف حل تاني، بلاش حكايه التحليل دي بالذات يا حاج. وبعدين معاك يا هلا، مش انت اللي قلت لي ان انا الاحسن اجي اديهم العينه دي بدل ما القاضي يقول ان انا بتهرب ويتلكك ويلبسني الواد ويقول انه ابني؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت يا حاج قلت، بس مقلق انا. طب بقول لك ايه؟ تحب اكلم موافي باشا يمكن يشوف لنا حل في المشوار؟ لا لا لا، موافي ايه؟ كفايه الفضايح اللي هو بيقراها عني في الجرنان بلا نيله. خدوا منهم العينات وبعد ما جبنا كام واسطه المفروض النتيجه تظهر خلال يومين ثلاثه. انت مش متخيل قد ايه انا مرعوب، مع اني مش طرف في الموضوع، بس الله يكون في عونه اليومين الجايين دول. ربنا يكون في عوننا كلنا. انت عارفه يا مين لو الحكايه دي نجحت ما تتخيليش هنكسر سيد ازاي. انت ابدا. ايوه انا ابدا. اتفضل معانا. ايه في ايه؟ اتفضل معانا. ايه مين انت؟ ايهاب. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هو انت لازم هتعترف يا ايهاب، لان احنا مش هنسيبك الا ما نعرف مين اللي واقف وراك. انا اللي عندي قلته، لكن انتوا لو عايزين تزودوا كلام على اللي انا قلته انا ما عنديش مانع. اتكلم مع الباشا بطريقه عدله يا بني ادم. اسلوب الترهيب والضغط النفسي ده مش هينفع معايا يا باشا. ماشي يا ايهاب ماشي. قول مين بقى اللي بيمول نشاطاتك؟ انهي نشاطات؟ انا ما بعملش حاجه غير اني بشتغل في الصحافه. والجرنان اللي بشتغل فيه اصحابه رجال اعمال من رموز الراسماليه الوطنيه يا فندم. جادي المنياوي من رموز الراسماليه الوطنيه. طب قول لي يا استاذ ايهاب، مين بقى اللي بيحرضك على شتيمه الحكومه؟ انا ما بشتمش الحكومه، انا بكشف بؤر الفساد وبس. يعني ايه؟ يعني لما بقول كلمه في حق حد بقولها لانه يستاهلها، لانه عمل حاجه غلط، لانه اضر بمصلحه الوطن، اضر بمصلحه الناس الغلابه. طب ايه علاقتك بحركه كفايه وستة ابريل؟ انا معجب بيهم. حركه كفايه قالت كفايه 30 سنه تمسك بالكرسي، ودي كلمه جريئه خصوصا في ظل وجود جهاز خطير زي جهازكم. وستة ابريل مجموعه من الشباب حسوا باحوال البلد واللي بيحصل فيها وبسببكم برضه، عشان كده رفضوا السكوت. برافو برافو يا استاذ ايهاب، الكلام العظيم اللي انت قلته ده يرشحك لرحله ورا الشمس. وانا هكون احسن من مين يعني؟ انتوا معتقلاتكم مليانه بشرفاء البلد يعني عادي. اللي بيقرب من الخطوط الحمراء اللي مرسومه لكم يبقى بيدمر نفسه وانت تخططها. الاستاذ يوسف نزل لحضرتك دلوقتي. اوكي يا حبيبتي. اهلا 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 وسهلا. اهلا اهلا اهلا، حصلت البركه. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مش كده؟ اه يا فندم ان شاء الله. اتفضلي 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 عودي. اهلا وسهلا، منوره الدنيا يا هاني. اهلا بيكي. اهلا، انا ريم زميله ايهاب في الجورنال. اه اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا. ايهاب اتخطف من قدام الجورنال. ياه، اتخطف؟ وده مين اللي خطفه بقى؟ غالبا مخبرين من امن الدوله، بس واضح ان حضرتك مش مخضوض ولا اي حاجه. قصدك تقولي ان انا كنت عارف؟ مش هتفرق، المهم ان ايهاب يخرج في اسرع وقت. ماشي، انا عايز كده واشوفها اكلمه. بس انت بقى عقليه يعني. اعقله؟ اه عقليه. العطله اللي بيكتبه في الجورنان الجديد ده واللي كان بيكتبه في الجورنان اللي قبله ما ينفعش. ما ينفعش قولي له انه كده، ممكن يتأذي. اه يعني ده بقى تهديد يا استاذ يوسف؟ انت بس اما يخرج بنصحيه، قولي له ما ينفعش يقف قدام القطر، اللي بيقف قدام القطر القطر بيدوسه. ايهاب لو ما خرجش بكره بالكتير انا هدعو لاعتصام في نقابه الصحفيين. إيه؟ لا لا عصام اعتصام ايه بس؟ لا ده ايهاب ده اخويا. الله، وانا معقوله افرط فيه يعني واسيبه في حبسته دي؟ ما بص حضرتك ما تشيليش هم الموضوع ده نهائي، ما سيبهولي، مالكيش دعوه انت. بعد اذنك.
تفضلي تفضلي حصلت البركه. تفضلي. الله. هم يعملوا اعتصام وهو يعمل فيها بطل؟ لا. الله. ما انا مش هسيبه يبوظ علاقتي بالوزير وبنته. صباح الخير يا حاجه. صباح الفل. ازيك يا دوسه؟ اهلا. ازيك انت يا حبيبي؟ الله تخرجين ولا ايه؟ النهارده نتيجه التحاليل. ادعي لنا بقى. ربنا يطمن قلبك يا رب. بس امانه هنيجوا، اول ما تعرفوا اي حاجه بلغوني على طول، خليني اشارككم بفرحتكم. حاضر يا حاجه. وخلي دول معاكي عشان لو هتنزلي تشتري حاجه بالسوق. طب يا حبيبي تسلم ايديك، ان شاء الله هحضر لكم الغدا، بس طمنوني عليكم الاول. حاضر يا دوسه. حاضر. بالسلامه. يلا. ربنا معاكم يا رب. يا رب. ترجعوا بالسلامه ان شاء الله. يا رب يكرمهم. قادر يا كريم يا رب. ايه الاخبار يا وحيد؟ القرار طلع؟ ايوه طلع. ويا ريته ما طلع. ايه اللي حصل؟ طمنا. النهارده بس يا كمال اقدر اقول لك وبالفم المليان ان انا بقيت اخوك. يا اخي نشفت دمي. الف مبروك يا ابن الدقاق. يسر دينك يا وحيد. ربنا يخليك يا حاج جاد. مرحبا بك في عيله الدقاق. انا طول عمري في عيله الدقاق. لا بس دلوقتي بقت رسمي. ألف مبروك يا وحيد، ألف مبروك. بس حضر نفسك بقى، لسه قدامك لفة كبيرة عشان تطلع كل أوراقك. ولا يفرق معايا، أنا عندي استعداد ألف العالم كله وأقول قدام كل الناس إن أنا بقيت ابن شرعي لسيد الدقاق. اتفضل يا سعادة الكبير. صباح الفل يا باشا. صباح خير يا يوسف. ألف أنا وشيف يا باشا. شكرا، اتفضل. إيه بقى الموضوع اللي قلت لي مش هينفع على الموبايل؟ كان بالنسبة لموضوع إيهاب يا باشا. مان انا خلاص حط اجراء ضده ومش هرجع فيه. يا باشا انا فاهم، اصل انا يعني عرفت ان شويه زمايله كده يعني شويه صحفيين كده وعايزين يعملوا حاجه اسمها عصمه في النقابه، اعتصام، حاجه اسمها اعتصام في النقابه اللي هي بتاعتهم دي، وقال لك هيعملوا دوشه وقلق على حكايه التحقيق من الدوله معاه. وانا بقول يعني مفيش داعي يعني نعمل منه شجاع السين. ايوه انا عايزهم يقعدوه اسبوع كمان في امن الدوله عشان يتربى. يا باشا ما احنا ما اختلفناش، بس انا يعني بقول يعني ما فيش داعي اسمع حضرتك يحصل شوشرة كده عليه. وايه اللي هيسبب الشوشرة بقى؟ اصحابه عارفين ان سعادتك اللي ورا حكاية اعتقاله دي. طيب انا فهمت قصدك، خلاص انا هعمل لازم. صباح الفل يا باشا. صباح الخير. صباح الفل والورد والقشطة والياسمين. أخبارك يا باشا؟ الحمد لله. الله. طب أنت بترد عليا ناشف ليه كده؟ ولا ناشف ولا حاجة. أنت لسه قاعد شوية؟ لا لا، ده أنا خلاص، ده أنا أصلا كنت جاي للحاج، جاي للباشا، أنا لا مؤاخذة جاي للباشا يعني في موضوع كده قصة وخلصتها خلاص. طب كويس. أنا عندي تمرين في النادي لازم أمشي دلوقتي، متأخرة جدا. طب وماله؟ طب وماله يا حبيبتي؟ ما أنا ممكن أوصلك وبالمرة تبقى فرصة إني أتمرن كده في الطريق. سوري يا يوسف مش هينفع. لازم أروح بعربيتي، عندي واحدة صاحبتي مستنياني في النادي، عندنا مشوار مهم جدا بعد التمرين. تشاو. السلام. أنا كل ما أكلم حد في البيت ده يسيبني ويمشي ولا إيه؟ المرة دي جت سليمة يا عم إيهاب. المرة الجاية محدش يعرف إيه اللي ممكن يحصل لك عندنا. المرة الجاية؟ أفهم من كده يا باشا إني خلاص خارج؟ بالظبط كده. وبأشكر بقى معالي الوزير لأنه تدخل شخصياً عشان الفيلم ده يخلص. وبالتالي هو نفسه اللي وثقوا إنكم تشحنوني في ميكروباص زي المجرمين ومن قدام شغلي. سيبك بقى من الشعارات والأوهام اللي معششة في دماغك دي يا إيهاب. يا ابني حركة 6 ابريل وكفاية دول مش هينفعوك لو لبست في حيطة، بس هتكسب كتير قوي لو خدت صفنا. بس انا يا باشا عندي احساس انه قريب قوي هتتكسر مناخير الدولة البوليسية، وجهاز الشرطة هيفهم انه شغال عند الشعب، وهيرجع الشعار القديم الشرطة في خدمة الشعب. فوق يا ايهاب، انت يا ابني دخلت لعبة ما انتش قدها، بس لو شرفت هنا تاني صدقني الوضع هيكون مختلف. مالك يا وحيد؟ زعلان ليه؟ ده انت المفروض تفرح ان ربنا كرمك ونصرك على ظلموك. انا مش زعلان يا كمال، بالعكس
انا هطير من الفرح. بس انا صعبان عليا سنين عمري اللي فاتت. يلا كله مكتوب. بس انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي انت وإيهاب وسمر وفردوس حتى حسونة. الفضل في اي نجاح ليك انت بس بعد ربنا. انت اللي صرت وحاربت الظلم لحد ما انتصرت. بس برضه عمري ما هنسى وقفتك جنبي انت وإيهاب بالذات. كان هو المخ وانت العضلات. حسستوني ان انا ليا اخوات، اخوات بجد خايفين عليا وضحوا كتير قوي عشاني. احنا اللي بينا اكبر من كده بكتير. وحتى لو كانت نتيجه التحاليل قالت انك انت مش اخويا ما كانش في حاجه هتتغير. كنت هتفضل برضه اخويا من لحمي ومن دمي. ربنا ما يحرمني. ولا منك يا اخويا. كمان ازيك يا هاب؟ ايه ده؟ سيبني انا كده ليه؟ ده موضوع طويل بحكي لك عليه بعدين. دي حركه من حركات سيد ابو يوسف او الراجل اللي سابه. مالك يا وحيد انت زعلان ليه؟ لا انا مش زعلان ولا حاجه. مش زعلان ايه؟ ده انا كنت متخيل اني اجي الاقيك طايل من الفرح. يا ابني اللي انت عملته ده ما حدش عمله، انت عملت حاجة عظيمة. أمال فين سمر وفردوس؟ سمر في الجامعة والحاجة فردوس في السوق. عارف يا كمال انت وإيهاب؟ عارفين أنا نفسي في إيه؟ نفسي ربنا يكرمنا ونخلص موضوع كمال وياخد حقه تالت ومتلت وننسى بقى سنين الشقة والظلم اللي احنا شفناها. لا اطمن، أنت اديتني شحنة خلتني مش هيهدالي بال غير لما آخد حقي غصب عن عين التخين. بعدين خلاص قضيتي قربت. بقول لكم ايه؟ محدش عارف رد فعل يوسف وسيد ايه؟ هم عرفوا؟ المعفن! المعفن الجرجوع لارع! لارع ده! يبقى اخويا انا؟ يا نهار اسود، ومين اللي قالك؟ المحامي لسه مكلمني دلوقتي. قال لي ان نتيجة التحليل طلعت دي فضيحة. يا نهار اسود، دي فضيحة وحلت على دماغ عيلة الدقة كلها. طب اهدى بس يا جو، ما هو يا ما داعي اتعرضت ابوه. يا عم اهدى ايه وتقول ايه؟ يا نهار اسود اهدى ايه؟ ده انا هولع الدنيا كلها. ما يا حماده اقول لهم ايه؟ يا نهار بنت الوزير هولعها ايه؟ هصريحها ازاي بالحكاية دي؟ مش ده المهم، المهم الحاج عرف. في خبر وحش يا حاج. لا اله الا الله، خير على الصبح. التحليل اللي انت عملته ايه؟ النتيجة بنت؟ اوعي تقولي انه قام قالوا ان الواد ده ابني. اقسم بالله ما هسكت. انا هروح النيابة هعمل فضيحة، هأكد لهم ان الدكاترة دول ما بيفهموش حاجة. الواد ده له ابني ولا عمره هكون ابني، وعمره ما هيطول مني ركلة. انا بقول اهو حتى لو طبقت السما على الارض. سيد مالك يا سيد؟ مالك يا مرات ابويا؟ قفشه ليه كده؟ افهم يعني تحضر الكلام معانا بمناسبه ايه؟ هي عايشه معانا ولا تعرف ايه اللي بيحصل عشان تتدخل فيه؟ وبعدين بقى اهدى يا ست امال. مش معنى اني مش عايشه في البيت ده ان مشاكله ما تهمنيش. انا زي زيك هنا. انا اصل مدام لقاء في الظروف دي يعني وجودها معانا مهم برضه يا مرات ابويا. ومهم في ايه بقى ان شاء الله؟ لا مهم يعني اصل انت برضه كتر خيرك، ده انت شقيانه في الوكاله طول اليوم يعني، وبعدين الحاج اليومين دول بعيد يعني وبتاع، فكتر خيرها يعني هي عايزه تساعد. دلوقتي انا في مصيبه حطت على دماغي. بعد الواد الزفت ده ما بقى في ايده ورقه وبيتلزق بيها في اسمي. والله انا ما فاهم يا حاج القضيه دي تمشي بالطريقه دي ازاي. والله يعني المحكمه من تاني جلسه تحول العينات بتاعت التحاليل دي للطب الطب المشروع. ايوه الطب المشروع ده، الطب الشرعي تحول للطب الشرعي. وبعدين هو تاني يوم يحلل العينات ويبعت والمحكمه. لا 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 وحيد ده وراه حاجه جامده على فكره. يوسف عنده حق يا حاج، اصل الموضوع ده بياخد وقت كبير جدا في المحاكم، قضايا النسب دي.
حالتين اتنين بس اللي بيخلصوا بسرعة، يا إما مزقوقة من حد يعني متوصي عليها، يا إما مصروف عليها جامد قوي. لا 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 لا، الحكاية غير كده، عبارة تانية خالص. هو من ساعة الواد السوسة النيلة اللي اسمه إيهاب ده ما كتب الموضوع في الجرنان، وهم عملوها حاجة اسمها بيسموها قضية رأي عمومي، فكل واحد بقى عايز يخلص من الموضوع ويهرب عشان ما يتقالش عليه أي كلام. بكرة يعملوا له صفحة على الفيسبوك وساعتها بقى الناس تطالب بمحاكمتك. ايه ده؟ محاكمة مين؟ فلا الله ولا فالك. انت ناسي انا مين؟ ده انا سيد الدقاق، سيد الدقاق اللي مفيش حد من الكبارات بتوع البلد دي غير من معارفه وحبايبه فوق يا دلال. ليه ده بس كده يا حاج؟ عشان نلاقي حل. احنا الواد ده نديله فلوس ويتكل على الله. وحياة امي اقتله. على فكرة بقى حاج، هي كلامها مظبوط، احنا لازم نفتح معاهم حوار كده بالهداوة. هداوة ايه؟ انسى ان انا ادفع له مليون واحد. ما حاج احنا لو كنا دوينا الحكاية دي من اولها ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له ده، وما كانش عارف يثبت عليك انه هو ابنك. ابنك ده ايه؟ انا ما بعترفش بالمحاليل والتحاليل والكلام الفارغ اللي بيعملوه ده. وبعدين لو حد منهم هاوب ناحية البيت تاني انا هقطع رجله وهديله بالجزمه. برضه ما ياكلش الكلام ده يا حاج، بصراحه بقى يا حاج احنا لازم نفتح معاهم كلام بالهداوه كده، ناخد وندي معاهم كلهم. ناخد وندي مع مين يا بني ادم؟ دول عصابه، عصابه، واللي مقوماهم الوليه الخرفانه دي اللي بتسلطهم عليا، وكمان البنت الصغيره اللي هم كانوا عقلاها. عندك حق يا حاج، هم دول اللي مقوينه واكلين دماغه. حد يصدق ان ده وحيد اللي كان خدامكم سنين طويله؟ لا طبعا، ده اتغير وبقى واحد تاني خالص بسبب اللي حواليه، ايهاب وكمال اللي بيفكر له واللي بيحميه. قول اللي تروه، بس قسما بالله العظيم اللي هيقف قصادي ملوه عندي مليين احمر ولا هيقعد بيتي. يا حاج ما ينفعش الكلام ده يا حاج، احنا لازم نمسك اعصابنا وبالهداوه شويه. الله، ما تتكلمها مرات ابويا. ايه يا اخويا مرات ابويا؟ مرات ابويا اللي انت عمال تقولها لي كل شويه دي، ما تقول لي يا مدام دلال. ما انت يا اخويا بتقول لها يا مدام لقاء، اشمعنى يعني؟ شفت انت بتقولي ايه؟ وانا دلوقتي جبت شفت انت دلوقتي بتتكلمي في موضوع تاني ازاي؟ يلا بينا يا حاج، ولا انت هتبات هنا؟ ما احنا طبعا في الظروف دي مش ممكن نسيب الفيلا، ولا ايه يا يوسف؟ والله يا حاج عيني العقل، ولا ايه يا مدام دلال؟ يا استاذ يوسف، ما خلاص، ما البيت فضي علينا وقود وضلمت. قومي يا ست، اطلعي شوفي هتنامي فين. هنام فين يعني؟ انا بصراحه بخاف انام لوحدي. هنام في اوضتك يا حاج ومعاك. نعم يا اختي، ما هو ده بقى اللي كان ناقص. اسمعي يا بنت انت، ما حدش هينام في فرشتي ابدا. وبعدين يا ست، وبعدين دي ضيفه عندك برضو. قصدك ايه بقى يا حاج؟ لا ما قصدوش حاجة، ده ما قصدوش حاجة، ده خايف عليكي انت على وش ولادة دلوقتي يا مدام دلال. هو قصده يعني انت تنامي في حضن الست والدتك، عشان لو يعني لو جالك الطلق ولا حاجة هي تقوم لقفاكي كده وتاخد بالها من ده العيلة اللي بنترجم الدنيا. معقول؟ بس تنام في فرشتي؟ لا ابدا. ازيك يا فردوس؟ اهلا، ان شاء الله تسلم يا رب. ازيك انت يا حبيبي؟ والله العظيم منوره البيت. ده نورك وتاني حسك في الدنيا. قادر يا كريم؟ اخبار الغداء ايه؟ جاهز على طول. الله، ما الوحيد فين مش كان معاك؟ الله يسلمك، الله يسلمك يا سما. وحيد سيد الدقاق وصل. وحيد سيد الدقاق، قولي ورايا يا حاجه. وحيد ايه؟ وحيد سيد الدقاق. ايوه كده. سمر يا احلى سمر في الدنيا كلها. معلش سامحيني، هو الرقم القومي كبير شويه بس يعني محروم بعيد عنك. وعملت نسخ من كل الاوراق اللي تخصني عشان اوزعها على كل الناس اللي تعرفني. ربنا يفرح قلبك يا وحيد يا ابني. قادر يا كريم يا رب. فاكر يا وحيد لما كنت بصحيك من احلى نومه واقول لك قوم صلي الفجر عشان ربنا يا ابني يكرمك ويفك اسرك؟ فاكر يا حاجه، وفاكر كمان كل حاجه حلوه عملتيها معايا. بس انا خلاص، انا الحمد لله انا خفيت وبقيت كويس، مش كده يا حاجه؟ الحمد لله يا حبيبي، نحمد ربنا ونشكر فضله. زي ما كل سنه كان مربوط وتفك، ووشك ما شاء الله كله مليان نور، ده حتى عينيك. مبروك 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 يا وحيد. وبعدين يا حاجه، انت هتقعدي تدلعي فيه كده بعدين هيتمرع علينا. اخص عليك يا كمال، انا اتمرع عليكوا برضو. وبعدين انت بتقول ايه؟ دي امي، دي امي الحقيقيه، امي وام صبر وام ايهاب.
بس مش ام يوسف. لا يوسف لا يوسف لا يوسف يوسف ابن ابوه، هو وابوه فولا واتقسمت نصين. ما تيجي نكلم بقى حسونه وجنة ونفرحهم ونرقدهم. لا لا لا، خبر زي ده ما ينفعش يتقال في التليفون. انا هروح افرحهم بنفسي. هتروح فين؟ هروح الفيلا كمال، انا بدات مشوار وما ينفعش اقف في نصه. يعني خلاص مش هتخاف من ابوك تاني ابدا؟ ولا هو ولا اللي يتشدد له. وحيد بتاع زمان خلص يا حاج، خلص وانتهى. دلوقتي في وحيد جديد ما بيخافش. طب ما تيجي نفكر شويه الاول. مفيش تفكير يا سمر، خلاص انا خدت قرار. بعدين بيتهيألي البيت اللي انا شفت فيه ذل ومرار وعشته وانا مكسور، لازم ارجع اعيش فيه وانا راسي مرفوع. مالك يا بنتي؟ بسهيم على الصبح ليه؟ في ايه خير؟ بفكر في حاجه يما. بتفكري في ايه؟ اساليني خدي رايي. هاخد طاري من يوسف. هتعملي ايه؟ اوعي تعملي اي لخبطه، انت على وش ولادك. قدامي فرصة ياما ان احرق قلبه، يا اما استغلها يفضل اندم عليها طول عمري. فرصة ايه يا بنتي؟ طمنيني. ما انا هقول لك ياما عشان كمان عايزاكي تساعديني. انا تحت امرك، بس عايز اعرف انت عايزاني في ايه؟ عايزة يوسف ينام سطيحة وادخل اخد حاجة من اوضته وهو نايم. اروح معاكوا اعمل ايه؟ بعد ما انطردت من البيت ده ما اقدرش ارجع فيه تاني. محدش يقدر يطردك بعد النهاردة يا حاج. البيت ده بيتك زي ما هو بيتنا، واحنا راجعين ناخد حقنا، مش هنسيب منه حاجه. انتوا تروحوا براحتكم، بس انا ما اقدرش. ده ابوكم، بتتصالحوا وتتخاصموا وتتصالحوا وترجعوا لبعض تاني، لكن انا لو رحت هروح بصفتي ايه؟ ده كلام يا حاجه، بصفتك القديسه فردوس، او الحاجه فردوس زي ما بتحب ان احنا نقول لك. دي حاجه صنت الامانه، حفظت وصيه المرحوم امنا الله يرحمها، وحاولت تربينا بجد. صحيح الحاج سيد ما ادالكيش فرصه ودمرنا كلنا من جوانا، بس الست اللي تعمل كده مش ممكن تسيبنا وتتخلى عننا واحنا محتاجين لها، صح؟ بقى احنا يا دوسه بنقول عايزين نبقى ايد واحده، وانت عايزه تسيبينا لوحدنا؟ انا لو اتكلمت كلمتي هتبقى تقيله قوي. مين قال لك كده بس؟ انت وجودك معانا هيقوينا ويشجعنا ان احنا نواجه سيد. خلاص ما اقدرش اقول لكم لا، وما اقدرش اسيبكم تروحوا لوحدكم. هروح معاكم، وان شاء الله ربنا ينصرنا على ظلمنا. قادر يا كريم يا رب. الله وحيد الدايم، الله ده
قاعد عنده، هنعرف امتى انه ده ستر وفضل وعدل من عنده. يا خلق الرحمة مطلوبة بدل ارزاقنا محسوبة، لكل باصص لغيره يا ناس عقولنا بقت في غيبوبة. ولما العمر قطره يفوت ما حطوا لحتى قرش ابيض، ومهما نعيش وصرنا نموت يا سود يا ابني بقى يا ابيض. ما تركعش الا للمولى غيره لا حول ولا قوه. في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان، وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا عالغلبه. بناس براها يبقى نضيف وتطلع سودا من جوه. اصحى يا ناس الله وحد الدال الله، يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. احنا في زيارة ضيوف وبكرة مروحين. واصحى يا نايم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.